سي شطوبان، عندنا تصريح خطير لأحد العمال ولا أحد المتضامنين اللي صرح لأحد الزملاء بما يلي. نتمناو من سي شطوبان جاوبنا. تيقولوا ما كاينش الكاشني ديال الشجينه وما كاينش الكاشني ديال هذا، وكتشوف هنا مورا الاضراب العيالات كيطالبوا يعني بالحقوق ديالهم، الرجال ديالهم راه ثلاث ايام دابا بين ليل ونهار راه ست ايام، وكيكون الاكل عندهم قليل والاكسجين قليل وهذا، وكنطلبوا من الجهات العليا يعني يشوفوا هذا السيد هذا اللي هو شطوبان المدير ديال الشركه، وطاغي علينا وكيحاول يضايقنا في العمل النقابي، كيحاول يستهزئ بنا وكينطر التعسفي، يعني الا بغيتي تحقق معاه نقطه كيقول لك تخلى على نقاط اخرين، هذا هو المشكل اللي كاين. تقدر تقول لي شحال من شحال عدد المعتصمين دابا في الله؟ كاين تقريبا 84 واحد هنا، وكاينه في سيدي احمد واحد غار كيبعد من هنا عاوتاني واحد 3 كيلومتر اخرى كاينه فيه شي 60 واحد اخر. يعني تقريبا راه كاينه شي 141 خلق. اذا 141 خلق تيقولها شي واحد احد المقربين اللي من جم سي شطوبان. هل واش انت متيقن من هذا العدد اللي عطيتي لي؟ انا متيقن من العدد هذا. راه سي حميد هذا السيد هذا كيهضر، راه هضر لك على اكثر من هذا الشيء، يقول لك بان الناس خرجوا التقاعد ما عندهمش الوراق ديالهم، ما دافعوش لا روتريت ديالهم، هذا راه غير هضره غير هضره. الشركه حنا الشركه كاع المناوله اللي خدامين عندنا عندهم جميع الحقوق فيما يخص لا التامين، لا التامين على الموت، لا التامين على الاخر، على جميع الامراض المهنيه، لا لي ديكلاراسيون ديال السينيسيس كنقلبوهم، دونك راه ما كاينش هذا الشيء. اما فيما يخص العدد، انت سمعتي العدد قال لك تقريبا حوالي 140، الوغ قلت لك انا عندنا 27 في اغرما بالسهر و31 في سيدي احمد هي 58، وهذا العدد هذا راه تقدر تشوفوا السياسي عند الناس، عند السلطات المحليه، عند الطاقه والمعادن اللي غادي يعتمد العدد هذا. هذا راه عدد غير لا حقيقه في العدد ديال 200 كاينه 58. لا حقيقه في 200 ديال الزميله الصباح، ولا حقيقه في هذا السيد اللي صرح لكم بان 144. العدد الحقيقي هو 58. توصلت سي شطوبان مباشره النهار الثاني، مازال تنذكر من بدايه الاعتصام، بانكم تعمدتم باش انكم في المدخل ديال الغار، لان ما نعرفش واش الشمال ديال تما، حاولتوا انكم تديروا شي بعض شي صدور او لا شعلتوا بعض شي اطار شي رويضه باش حاولتوا باش تخنقوا هذوك الناس في وسط الغار. واش هذا الشيء لان شي خطير هذا التصريح سي شطوبان الا كان هذا الشيء بصح، واش هادشي كتاكدوا ولا هادي اللي كيعاود؟ انا كنشكك على هذا السؤال، لان توضع حتى في عند السلطات ديال العمله، وكاين عندنا سيرفيس ديمين حاضر، هادشي لا اساس له من الصحه. اولا انا تنؤكد لك كمهندس ديال المناجم، كانش على العافيه في الرويضه في الغار، ماشي غير هذوك الناس اللي غادي يتخنقوا، غيتخنقوا كاع اللي خدامين. راه كاين في الغار 27 واحد، وهذاك الغار راه تخدم فيه 217 واحد، يعني شحال باقيه الى حيدنا 27؟ راه تقريبا 200 واحد. دونك واش بغينا نغير؟ اولا هذيك عمل انساني ما غاديش نديروها بعدا، ثانيا وثانيه تنقول لك ما عندناش الرويض في ذاك النيفو بعدا، راه لي بنو كاينين في لي شونتي، هذا بوهتان، هذا الهضره ما كايناش، لان انا استنكرتها على سي شطوبان حيت سمعتها. ما يمكن ليناش نتعاملوا مع الناس ديالنا هذه المعامله كيف ما كانت. حق الاضراب حق، واخا الاعتصام وعرقله العمل داروها، ولكن حنا ما يمكنليش نتعاملوا معاهم. ما تصرفتوش انتم مع التصرف ديال المحاوله ديال باش تخلقوا هذه لا تثبتات سي شطوبان، ربما تتبان لي خطيره بزاف. هذا ما يمكنش، وراه ونقول لك راه كاين الملتقى والمعادن تقدر تمشي تسقسي، وكاين عندنا ديليغي اليجيني لا سيكوريتي اللي عندنا سير بلاص السلامه، مندوب الصحه والسلامه اللي تابع لوزاره الطاقه والمعادن، وعندنا في المنجم ديالي غير موسرني. تقدر سي شطوبان كيف يتم استعمال المتفجرات في المعدن؟ المعدن اللي يستعمل في المتفجرات كيتستعمل حسب القوانين، هاد المتفجرات راه مقننه بصفه زعما مضبوطه اللي ما عندوش لاكارت ديكسبلوزيف ما تيقيش ديكسبلوزيف، البطاقه ديال الاخر، عندنا لي ديبوي سون سيكوريزي، فيهم لي زالارم، فيهم كل شيء كيتستعمل المتفجر، كيتستعمل المتفجرات بواحد الطريقه زعما امنيه 100%. إذن الطريقة ديال إذن السي شطوبان، أنت تؤكد بأن ما عندكمش شي واحد شي ما عندكمش شي نقابة اللي أنت كتحمي أنا بأن كلهم سواسية. لا أنا النقابة تؤكد السي شطوبان بأن ما حاولتوش باش أنكم تضيقوا هاد الناس بشي حاجة، ما توصلوا أنكم باش تخنقوا ولا شي حاجة، إلا هادشي ما كاينش. إذن لتنوير الرأي العام،
الكلمة ديال السي شطوبان للرأي العام فيما يخص هذا الاعتصام اللي ما عرفناش لحد الساعة ما عرفناش فين غادي يوصل. أنا كنظن هذا الاعتصام السي حميد غير فيه مزايدات ومغالطات والتدخلات الخارجية اللي ما يمكن ليش أنا ندخل فيهم ولا نقولهم كل واحد لاخر نظرا لحاجة في نفس يعقوب وفيه الاخر حزازات بين النقابات صافي. علاش السنيه هذه الاولى؟ علاش ما سنسنيها انا الاولى؟ دور كل القانون واضح وضوح الشمس في وسط النهار، لان يعني القانون تيقول خصك دير المفاوضه مع النقابه الاكثر تمثيليه، ومع ذلك انا تنقول لك راه ما قصيناش النقابه الاخرى، وحتى دابا راه حنا مستعدين لغوات السنيف مع داك الشيء اللي عطينا الاخرين نعطيو لهم تاهم، ما عندنا حتى شي اشكال. وداك الاتفاق ديال اللي سنينا مع النقابه الاكثر تمثيليه سيطبق على جميع العمال. حنا كنلبيو المطالب ديال العمال ماشي ديال النقابات، النقابات غير كإطار كيمثل العمال، وحنا كنلبيو جميع المطالب العمال كاملين، وكان داك الشيء اللي كنتفقوا عليه راه كيستافدوا به جميع العمال. وحنا عاود واحد النقطة مهمة، حنا فيما يخص هذه الشركة ديالنا ولا لي سوتريتون، حنا اوني ستريكتيري، عندنا تصريحات للضمان الاجتماعي، عندنا التأمينات ديالنا، اوني سيرتيفي باش تكون باش يعطينا واحد الكابيني فرنسي يعطينا واحد شهادة لا سيرتيفيكاسيون، يعني شهادة الجودة، راه كيدرس جميع الجوانب، لا الجانب ديال الانتاج ولا الجانب ديال التصنيع. تتوفرون على شهادة ديال الجودة. نعم سيدي، وهذه راها عندنا ب 2008 لا 2013 14 2013 14. دونك وراها كتجدد كل عام كتجدد، ولا هي معلقه ولا وصلتكم تصوروها هي معلقه، لان هذا الكابيني كيدرس جميع الجو وكيركز كيدير لوديت كيدير التشريح سيرتو الجانب الاجتماعي ولا صناديق التقاعد لا التامينات ولا هذا التغطيه الصحيه وجميع الجوانب مهم كيدرسها، وهذيك يعني راه كورقه كتاكد الجميع يعني باللي الشركه كتشتغل في اطار قانوني وما ما كتجاوبش حتى شي حاجه اللي كتمس حقوق ديال العمال. وشكرا. شكرا الاخ. اذا لتنوير الراي العام واحتراما لميثاق الصحافه، كان علينا اننا نصمتوا للطرف الاول والطرف الثاني وباش ننور الراي العام بالحقائق التي تقع هنايا في المنجم ديال جبل عوام، الاخوان اللي راهم معتصمين تحت الارض، اللي حتى حنا كصحفيين كنتمناو ان شاء الله شي حل عاجل لهذه المعضله، لان حتى حنا تنعملوا حدا السي شطوبان حدا الاخوان تنعملوا التضامن ديالنا معاهم، لان ما غاديش نبغيوهم باش يبقاو في ديك الحاله، وتنتمناو السلطات المحليه اللي راه تدخلات تنشكروها، تدخلات مع السي شطوبان ومع الاداره والعمال.